الأحداث العظيمة لا تتكرر كل يوم، على قدر عظمتها تأتي ردات الفعل. الفعل هنا هو حدث يليق بعظمة وقيمة وقامة القلعة الحمراء. الأهلي يتعاقد مع شركة بريزنتيشن لرعاية النادي لمدة 4 سنوات بمقابل تخطى نصف مليار جنيه. محمد كامل رئيس شركة بريزنتيشن يبكي فرحا أثناء المؤتمر الصحفي للإعلان عن الصفقة قائلا: أنا لو توفيت النهاردة مفيش حلم ما حققتوش بعد رعاية النادي الأهلي. أنا لو مت النهاردة تقريبا مفيش أي حلم من أحلام حياتي ما حققتوش بعد ما خدنا رعاية النادي الأهلي. ثم يظهر كامل في صورة معبرة تداولتها المواقع وهو يقبل رأس الكابتن محمود الخطيب، فيعلق رواد السوشيال ميديا ويكتب طارق القيعي: صورة بمليار جنيه. يكتب عصام بيبو: صورة بألف معنى. يغرد المعلق الشهير محمد الكواليني على تويتر: صورة تحتاج لكلام كتير، إنه يا سادة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المحترم ابن الناس. تتواصل حالة النشوة الأهلاوية، فيكتب ثروة عبد الحميد عن الخطيب: شيء جميل إنك تشوف أحرف لاعب أنجبته الملاعب المصرية وهو بيحرز أهداف، لكن الأجمل إنك تكتشف إنه من أرقى الشخصيات الإدارية والقيادية التي أنجبتها مصر. وتنشر إنجي الزيني فيديو يحوي كلمة رئيس بريزنتيشن في المؤتمر الصحفي وتعلق: شفت الفيديو ده أكتر من 10 مرات، مفيش كلام يوصف إحساسنا بالفخر وإحنا بنسمع كلام محمد كامل عن الأهلي وقيمته. فعلا نعمة إنك تكون أهلاوي. أما زكريا ناصف نجم الأهلي الأسبق فقد غرد على تويتر معددا إنجازات الإدارة المتوالية، خاتما كلامه بالقول: الأزمات والتحديات تتحول إلى إنجازات، إنها موروثات من الصعب فهمها. وتغرد رانيا علواني عضو مجلس إدارة الأهلي لتهنئ كل الأهلوية: مبروك توقيع عقد الرعاية الجديد، حقا الأهلي نعمة، ونعمة إنك تكون أهلاوي.